سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلقاء الشهادة ليس بالأمر الهين كما أشار معالي السفير، ولكن سأحاول أن أقارب ما لمسته في شخصيتي المرتفع به. في البداية يطيب لي أن أوجه الشكر الجزيل إلى منظمي هذه الندوة التكريمية والعلمية، مؤسسة عبد الله بن نون للثقافة والبحث العلمي، ومنظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، وموضوعها الاحتفاء بعالم وبمؤسسة. فالعلم هو الشاعر سالم بن محمد المالك، والمؤسسة هي المنظمة الإسلامية للثقافة والتنمية والعلوم اليسيسكو. وكلاهما، أي العلم والمؤسسة، متداخلان بفعاليات متألقة ومتكاملان بجهود متوازنة. وفي ذلك عطاء خصب لشخصية مديرها الذي أكسب ليسيسكو تجدداً في مسيرتها الفائقة. عنوان مداخلتي في هذه المناسبة السعيدة: حكمة الإبداع والنسق المتجدد. ومجالها شخصية محتفى به، الدكتور ساني بن محمد المالك، الذي مكن المنظمة التي يديرها من رؤية جديدة تستشرف عالم الغد، هو المستقبل بحضوره الاستراتيجي بما يملكه من قدرات محورها اسمه الكريم بحمولاته ودلالاته. فهو الباحث عن السلم في مجتمع المعرفة والسلوك، وهو سليل نهج المحمدية التي علمت الأجيال عبر التاريخ أسس العمل والعلم، وهو المالك لرؤى الحكمة التي جعلت شخصيته بهدوئها المتزن وبسمتها المتفائلة ونظرتها العميقة شخصية محفزة. كلامه شعر وشعره حكمة، وبصدق تجاربه الحياتية وخبراته الإدارية أدرك وهو الطبيب دور الشرايين في حيوية الجسد. لقد خبر الإدارة بمسالكه المتشعبة في خدمة الإسلام والعالم الإسلامي، مما أهله لتولي مسؤوليات ليسيسكو ليواصل مسيرتها مجددا. عرفت الدكتور ساني بن محمد المالك قبل أن ألتقيه. كنت حين توليه مسؤولية المنظمة قد هنأته برسالة ذكرت فيها قصيدته قاصد الخير، يقول فيها: يا ليت شمسي إذا غابت لمخبئها تجيئنا الصبح بالإشراق والمدد بالمدد ليصبح الخير في أعمالنا كرما يعم غيثا فيرمي الشؤم بالبرد. ثم أتيح لي لقاء سعادته بمحضر المرحوم عباس الجراري بمناسبة أحد المؤتمرات الثقافية التي شهدها مقر المنظمة. لمحت سعادته بحضور الباحثين والمثقفين، وخلال هذا اللقاء أهديته 3 مجلدات عن المنجز الأكاديمي لمجموعة البحث في التفاعل الثقافي المغربي السعودي، وهي إحدى مجموعات البحث التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية دار المهراز، تثمينا للعلاقات الثقافية المتميزة بين المملكة المغربية السعودية والمملكة المغربية. وكان موضوع هذه المجلدات الشعرية السعودية في آثار الدارسين المغاربة. رحب بهذا الإهداء، وكنت أعلم أنه شاعر حريص على شعرية شعر الحكمة وبعنايته بالشعراء في كل تواصل إبداعي وفكري. شاعر منح للشعرية السعودية والعربية حضورا متسما بمجاورة شعراء كبار
كعبد الله الفيصل وخالد الفيصل وعبد العزيز خوجة وعبد الله العثيمين وعبد الله بشراحيل، كل بخصوصياته. وللعلم فإن المجلد الرابع نأمل إن شاء الله أن يكون كتابا جماعيا احتفاء بالشاعر سالم بن محمد المالك. ووعيا من الشاعر المالك بأهمية الشعر، اختار وظيفته التواصلية ليقرب المسافات بين الإبداع والتجربة، وبين الإنسان والمحيط، وبين العقل والوجدان، وبين القول والجمال، مستحضرا حديث الرسول عليه السلام: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. ولأهمية حضور الحكمة في الشعر نشير إلى قول أحمد شوقي: لا يزال الشعر عاطلا حتى يتزين بالحكمة، ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت الشعر. هذا الشاعر الذي رسخ حكمة الإبداع بنمط شعري متجدد، ارتآه مسلكا بسط فيه أفكاره وفلسفته، إذ كان مداره العام الحكمة باعتبارها سموا في التأمل، وصدقا في التجربة، وتدبرا في التفكير، وتمسكا بالأخلاق الفاضلة. إن الحكمة تعني العلم والعمل مع موافقة الحق، سواء بالفطرة أو الاكتساب. وأذكر قول ابن القيم: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ومجالها متعدد في مقاصدها في القرآن الكريم والسنة المحمدية والفلسفة الإسلامية. والمتصف بهذه الحكمة هو الشخص العاقل الذي يرجح الصواب بما امتلكه من خبرات تجاربه في الحياة. وشاعرنا الدكتور سالم بن محمد المالك امتلك الحكمة في شعره بتجلياتها في مقومات الهوية العربية والوطنية والإسلامية، باحثاً عن القيم المتلى في نبل مقاصدها، وداعياً إلى تمثلها والتمسك بها لكونها نهجاً قويماً للإصلاح وتجاوز المعوقات. ومن ثم كان المالك الحكيم بفطرته ومكتسبه، وقد اتضح ذلك في إبداع شعره وفي إدارته المتجددة لمنظمة لسيسكو، وهو في كليهما متميز بتناغم شخصيته الشاعرة مع منظمته الفاعلة. ويمكن أن نستجلي عالم هذا التناغم في الصدق في السلوك، التشبث بالتفاؤل والأمل، الحرص على انتصار الإرادة. ولتفعيل هذا التناغم في قولنا بحكمة الإبداع والنسق المتجدد، ما تحققه أشعار سالم بن محمد المالك من رؤى إنسانية وحضارية التي يمنحها الإسلام للعالمين. لقد كتب الشاعر القصيدة أحياناً والمقطوعة غالباً، ولعله في القصيدة كان عربياً سعودياً وطنياً وإسلامياً. تومض هذه القصائد بإشراقات يوم تأسيس المملكة، وهو نهر من الحب، فيه تجلت الآمال وازدهرت، وأشرق الحب والتاريخ في عجبي. كذلك في القصائد التي قالها في المدن العربية والإسلامية، وأخص منها ما جالت قريحته في المدن المغربية من الرباط إلى طنجة عبر تطوان، ونأمل إن شاء الله أن تكون فاس إحدى القصائد المقبلة. أما المقطوعات وهي جوار حديثنا، فلعلها الغالب في شعره، وقد سماها خميسيات. ونجد في تأمل هذا النمط الشعري مسارين اثنين: أولهما أن خميسيات الشاعر تحيلنا إلى زمن نظمها، وهو يوم الخميس،
باعتباره يوما مباركا في التراث الإسلامي والإنساني، ورغم أن كلمة الخميس مصغرة عن كلمة الخامس فهي تحمل دلالات عدة، ففي أشعار العرب نجد اسمه مؤنس، كما نجد ليوم العروبة ليوم الجمعة اسم عروبة ويعني يوم التفاخر. ومكانة يوم الخميس سواء في دلالته الدينية بصيامه أو بدلالته الاجتماعية كيوم للأفراح أو بإشارته إلى العدد الخمسة الرامز للحفظ والستر والحماسة والكمال والجمال، مكانة مرموقة ميمونة. أما المسار الثاني فيتعلق بكون الخميسيات تتضمن مقطوعة تتحدد أبياتها في خمسة، والمخمسات أو التخميسات شائعة في الشعر العربي، وهي رغم ارتباطها أحياناً ببيت شعري سابق تضاف إليه ثلاثة أشطر فإن المالك لم يسلك هذا السبيل في خميسياته لاعتبارات ثلاثة: إثبات الشعرية الخاصة بتقصيد أبياته، وحدة الموضوع، ثم الثالث تحديد مجالها الإبداعي المرتبط بحكمة بليغة تقدم نهجاً لسبل السعادة التي يحرص الشاعر على أمل تحقيقها. وبهذه الاعتبارات تعددت الخميسيات التي لم نستطع تعدادها لكوننا لا نتطرع على ديوانها بأجزائه الثمانية. ومدار خميسيات المالك في سياقها العام وضع منظومة إنسانية حضارية لتحقيق الآمال وتوفير السلم، وفي وضعه لعناصر منظومة هاته عناوين دالة تحلل كل خميسية. نذكر من بين هذه العناوين: اللغة العربية ستبقى خالدة أبدية، الأمل يبنيه العمل، كرامتك تصنعك، وعن المساوئ ترفعك، بناء السلم دراية وحنكة وعلم، مستقبلك تبنيه بتفاؤلك، إن نضب الماء روت الجذور الدماء، وغير هذا كثير وكثير. وتحفل هذه العناوين بصنعة شعرية وإبداع في التصور وعمق في الرؤية وتحديد للمقصد. إن هذه الخميسيات حافلة بمقومات شعرية فائقة في جرس الكلمة وقوة الدلالة وجمالية الصورة، وهذا ما جعلها تتسم بخيال خصب رغم واقعيتها المباشرة، فكانت نصاً شعرياً متميزاً في منحنين اثنين: أولهما أن اللغة المعبرة في انسجامها وتناغمها تجد سهولة إدراك دلالاتها العميقة، وكأنها أي لغة من السهل الممتنع. فلنتأمل خميسيته المصائب تمحوها المكاسب. يقول: من أي بحر أستشف قصيدتي، وأنا أغير كل يوم وجهتي، أزن الأمور فلا تهم صعابها، وألوذ بالرحمن أرجو عزتي، ما فاز من قال المصائب علتي، ما خاب من صعد الجبال بعزمه، ما فاز من قال المصائب علتي، لا تنظرن إلى الوراء فربما فات الأمام فقلت ضاعت فرصتي، ما كل صعب في الحياة بنقمة، بعض السعاب ينير حالك ظلمتي. وتتضح في رؤية الشاعر صدق تجربته وعمق حكمته البليغة في بناء الذات والإنسان، فيرسم سبيل الخلاص مع كل فجر، كما في قصيدته: مع كل فجر ينبثق يسر وينطوي عسر. الشاعر المالك امتلك ناصية الشعر بإبداع حكمته ونسقه المتجدد، جعل الشعر من دعائم أنشطة منظمته العتيدة بقيمه الإسلامية والإنسانية، واتخذ من اليوم العالمي للشعر 21 مارس مناسبة جليلة
تعتني بفضائل الشعر وترعى مسالك الشعراء، مواهب الشعراء. فكانت تظاهرة الشعراء أجنحة السلام عام 21، وتظاهرة آفاق القصيدة السيدة عام 22، وتظاهرة قصائد النور 23، تتويجا للشعر من أجل صون قضاياه الإسلامية والإنسانية. وما دعوة المالك إلى ملتقى الشعر في العالم الإسلامي إلا مناسبة للاحتفال بالشعر في كل عام في إحدى عواصم العالم الإسلامي، وفق الله المقاصد. وجدير بنا أن نشير في هذا الصدد إلى حضور الشاعر المالك في حله وترحاله، حيث ينثر كما أشرت لآلئه ويشيع ضرره في كل لقاءاته، فيتواصل الشعر بالخطاب لتعم الفائدة والمتعة استجلاء لجمالية المكان. ونستحضر هنا قصائده عن جدة ومراكش وسلا وتطوان وطنجة وكذا مصر ونواكشوط وغيرها من المدن الإسلامية. ويتسع مجال حكمة الإبداع ونسقه المتجدد عند الشاعر المالك ليشمل نمطا آخر كما في كتابه مرآة الأيام، وهو يتضمن عن كل يوم حكمة بيت من الشعر أو قول عن تجربة وخبرة في كل أيام السنة 365 يوما. أراده أن يكون إضافة إلى المكتبة العربية وامتدادا إلى حكم ابن عطاء الله السكندري، وقاصدا وضع حكمة لكل يوم من أيام السنة، راميا أن تكون كما قال عبد القادر الإدريسي منارا للصغار وتذكارا للكبار. ومن ثم تزداد الحكمة تجذرا في رؤية المالك لعالم الإنسان في مختلف معاملاته، نظرا لما حملته من قيم متكاملة ومن ذوق رفيع ومن ثقافة واسعة ومن تجارب متنوعة. لحظة. نعم لحظة. لم تكن هذه الحكم مجرد معاني تتكرر في كل زمان ومكان طوال أيام السنة، بقدر ما كانت استكناها لأعماق الذات واستشرافا لبناء الغد الفاضل بأنساق متشددة. فهناك كانت حكمة الإبداع لا تراوح نسق المتجدد الذي أسسه عبر مسارات كانت المرأة وكان الشباب أسيني للاستثمار من أجل المستقبل. أختم بأبيات من خمسيتين مكرملة إذا سمح السيد رئيس الجلسة. الخمسية الأولى بعنوان جمال الحب في احتوائه، يقول: رأيت العمر يمضي في خطاه فيأسرني الجمال بما احتواه، عشقت وفي في هوى قلبي سؤال أقلبي يستهيم بمن جفاه. ويقول في قصيدة أخرى: ويا محل القصيد، ونحن في هذه المناسبة التكريمية، يقول في قصيدة بعنوان التكريم بداية للتقييم، أردت أن أختم بها: إن فزت بالتكريم، يقول معالي الأمين العام، إن فزت بالتكريم فاشكر خالقا فهو الذي أولاك حقا فائقا، لا تنس من نهض إليك سواعدا فالشكر يمضي بالوضاءة باسقا، إياك أن تغتر يوما واحترم فالخلق يرفع بالتواضع واثقا، إن قدرتك الناس فهي مكانة حافظ عليها مستطيبا حاذقا، ما كل مستطيبا حاذقا. هذه الأبيات هي
خط أو مسيرة لكل التكريم. والأستاذ الدكتور معالي الأمين العام يستحق كل تقدير، وهو الذي رسم هذا النهج. إليه الشكر والتقدير، ومعذرة أطلت، وشكرا على حسن استماعكم.